طيب في الفقرة دي أنا معايا 3 كروت. كارت أصفر بتدي لمين إنذار في الوسط الرياضي؟ انذار في الوسط الرياضي؟ انت عايزه تبطليني كوره ليه؟ لا لا خالص والله والله خالص، الناس هتاخد الحلقة دي فور فن. هو مش لشخص بعينه بس اعتقد المنظومة ككل، يعني ان ليه احنا بقى؟ عايزين نراجع نفسنا. احنا عندنا مصر تقدر تطلع حاجات احسن من كده، ممكن نكون في مكان احسن. احنا النهارده بيبقى حلمنا نصعد كاس عالم، مجرد حلم تصعد كاس عالم لا لازم يكون ليك بصمه في كاس عالم. بص للفرق الثانيه والمنتخبات اللي زي منتخب بلجيكا ده، لما صنع منتخب على المدى البعيد بعد 10 سنين كانوا بينافسوا على كاس عالم. انا نفسي في ده، احنا بجد مصر اكبر من كده. بص للي بيحصل والتطور الرهيب اللي بيحصل في مصر. احنا في المجال الرياضي مش بنفس الكفاءه، مش ماشيين في نفس الخط بالتوازي، وده صعب جدا. لا مصر تستاهل اكتر من كده. كارت احمر بتطرد ظاهره ايه من الملاعب؟ التعصب. التعصب، شجع الفريق اللي انت عايز تشجعه وبتحبه، وانا بجهز لحاجه ان انا اكتبها عن التعصب، لان الموضوع ده مستفز جدا. شجع براحتك وحب فريقك براحتك، لكن اوعى يبقى في تنمر او تعصب، لان التعصب مرتبط، افكار كلها مرتبطه ببعضها، افكار سيئه. تعصب مع تنمر مع سوء اخلاق، كل ده مرتبط ببعضه، بيوصلك في النهايه لحاجه مش حلوه مش لطيفه. هو دلوقتي ما بقتش لعبه، هي بقت عمل. تمام. بس عمل، بس الناس الناس بيبقى ترفيهي بالنسبه للناس. بالزبط. فما ينفعش ناخده من تتفرج علشان تتبسط، ناخده من الهدف ده الى هدف اسمى لهدف اسوء. يعني دي حاجه صعبه جدا يعني. اتمنى ان الظاهره دي تنتهي، ظاهره التعصب. كارت اخضر بتدعم ايه في الرياضه بشكل عام، وحاجه نفسك تعملها في الرياضه بعيد عن الكوره؟ انا نفسي، انا شايف ان لعيب الكوره بجد مظلوم جدا. لعيب الكوره بيبطل كوره بيمد ايده، وعن تجارب انا شفتها قدام عيني، ولعيبه لعبت اهلي وزمالك ومنتخب مصر، بجد ظاهره صعبه جدا جدا. اتمنى ان انا اتبنى بعض الافكار، مش فكره واحده، والافكار دي عندي ومسجلها. بعد ما بطل كوره اتبناها، وهقاتل وهبذل كل ما املك ان انا الافكار دي ان انا اطبقها على ارض الواقع ان شاء الله يعني. لكن كلها ظواهر ايجابيه لصالح الرياضه، ولصالح ازاي تنمو وترتقي بفكر اللاعب واخلاقه. لان اللاعب ده في ناس كتير بتاخدك قدوه دلوقتي، زي ما في مطربين وممثلين وائمه مساجد وشيوخ ولاعبين كوره، الناس بتاخدكم قدوه. فلازم تكون عندك قدر من الاخلاق اللي تقدر توصله للناشئ او الطفل الصغير اللي عايز في يوم من الايام يبقى شبهك. لازم يبقى شبهك في كل حاجه. فبدايتها بتبدا بالاخلاق، ده اللي انا نفسي انميه او اطوره.